قبل شهر كانت حياتي طبيعية، يعني فيش جامعة، دراسة، باند. ما كنت متوقع إنه يعني بعد شهر هيك يصير مشهور وراح ناس تشوفني على التي في. كثير يعني تركت أشياء بحياتي، مثلا أهلي كثير بعدت عنهم، الدراسة، في أشياء، أصحابي. واحد من أحلامي إنه أربح الإكس فاكتور، لأنه أنا بحب الغناء وأكيد جيت هون عشان أفوز، مش عشان أجي مرحلة مرحلتين وأطلع. اليوم راح أغني هذا أنا لآدم، بهاي الأغنية راح أقنع وائل إنه أنا عندي أحلى صوت. أهلاً، يا تفضل. هذا أنا ما أقدر أكون غيري أنا، هذا أنا ما أقدر أكون غيري أنا، أنا الربيع، أنا الخريف، أمشي بخيالي مع كل طيف، هذا أنا كلي أنا، ما أقدر أكون Thank you. شو نوال؟ ايه صوته حلو، بغني حلو، بس حسيته عم يرجف صوته، يعني خايف كثير. ايه لا فرص. لا تمام، بس توتر. بده يشتغل شوي على نفسه، لأنه الطبقات العالية بده ياخذ نفس ليقدر يسحب. مظبوط. بس أكيد عنده شيء يعني. ايه طبعا، أكيد.